والقضاء عليه بأبشع الصور والحالات. يكون ذلك لعدد أسباب، نذكر منها أن الكائنات تقاتل كي تحمي نفسها من الموت، وهناك من يقاتل من أجل الحصول على الغذاء، ومنها من يقاتل من أجل التزاوج، ومنها من أجل بسط سيطرتها، وهكذا. رغم أن التعرض لمواجهات قاتلة مع النحل أمر نادر الحدوث، هل سبق ورأيت النحل يهاجم أسداً؟ من الفائز في هذه المعركة الطاحنة؟ لنتابع. في قانون الغاب الذي يحكمه القوي عادة هو الأسد، لكن في هذه المعركة ملك الغابة هو الفريسة والضحية، حيث أن الخصم الآن هو مجموعات النحل القاتلة التي اتحدت مع بعضها البعض للقاء وافتراس الأسد الذي حاول جاهداً الهروب والتخلص من التصاق النحل وتغطيته لكافة جسده. وفي هذه المعركة الغريبة من نوعها أثبتت مجموعات النحل أنها لا تخشى الحيوانات الأخرى، وتظهر اللقطات الرائعة في قناتنا المئات من النحل وهي تتسلق فوق الأسد محاولة قتله. وفي جانب آخر من جوانب البقاء الأقوى، هناك في غابات السافانا التي تعد أم المعارك القاتلة بين الحيوانات المفترسة، شوهد الوشق في مواجهة الغزال، حيث أن الوشق قد باغت الغزال وهاجمها من الخلف، لكن الغزال ركلته في البداية، إلا أن الوشق قد قفز وأمسكها من رقبتها وبقي متشبثاً بها ويعضها بفكيه القويين، بينما حاولت الغزال التملص منه، لكن في النهاية تمكن الوشق من افتراس الغزال والقضاء عليها. وأيضاً نعرض لكم في قناتنا أقوياء البرية الفيل المشاكس ووحيد القرن. من النادر ما نشاهد الفيل ووحيد القرن يتعاركان، لكن في بعض الأحيان تم رصد اعتراض الفيل ووحيد القرن بينما حاول الأخير الثبات في مكانه، إلا أن المشاكس الفيل دفعه إلى الخلف وأسقطه على الأرض وبدأ يدوس عليه محاولاً قتله وافتراسه. والآن نعرض لكم في قناتنا أقوياء البرية معركة أخرى من معارك الافتراس والوجود بين الحيوانات، معركة أفعى الأناكوندا والسمكة الكهربائية. تعد منطقة الأمازون المتميزة والتي يعيش فيها أغرب وأشرس الحيوانات التي ربما أن الكثيرين قد لا يعرفون عنها شيئاً. ففي داخل أحد أنهار الأمازون تحدث معارك يصعب تسجيلها، حين تتلاقى الأناكوندا العملاقة مع سمكة كهربائية عملاقة أيضاً. فما هو الذي تتوقعه أن يحدث عزيز المتابع لقناتنا؟ وكيف ستنتهي هذه المعركة المخيفة؟ هل تستطيع السمكة الكهربائية أن تقتل الأناكوندا بصدمتها الكهربائية التي يمكن أن تتعدى 600 فولت؟ وهل هجوم الأناكوندا القوي وقبضتها المميتة تستطيع أن تقضي على هذا النوع من الأسماك وتفترسه؟ في الحقيقة أن الأسماك الكهربائية قادرة على صعق الأناكوندا وقتلها بسهولة مهما كان حجمها، بيد أن الأناكوندا تعتبر من المحترفين في نصب الكمائن والتخفي بحرفية تامة دون أن يتمكن أحد من الوصول إليها في داخل المياه الضحلة والوعرة داخل الأنهار. ومن خلال دراسات وأبحاث لم يحدث أن سجل أي هجوم من الأناكوندا على السمكة الكهربائية أو العكس، ولكن هذه الأسماك قادرة على قتل تمساح استوائي، فهل تظنون أن الأناكوندا قد تفوز عليهم بسهولة؟ إنه حدث